تحية طيبة وأهلا بكم. قلبت الحرب في السودان حياة سكانه رأسا على عقب، فقد أدت بعد عام من اندلاعها إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين عن ديارهم ولجوء مئات الآلاف، ليضع هذا البلد الكبير أمام خطر التفكك ونقل النزاع إلى الإقليم الأوسع في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى حربين في أوكرانيا وغزة. الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن جريفيث قال عن سنة كاملة من الحرب في السودان تسببت بمعاناة على نطاق يفوق كل تصور. الإنقاذ الدولية أشارت إلى أن السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة جوع بالعالم، وفي ظل هذا الوضع الإنساني المتأزم مشاهدينا، اليوم باريس تستضيف مؤتمر دولي حول السودان لبحث سبل الدعم بعد عام على بدء النزاع وسط استنكار الخرطوم. حول هذا الموضوع الهام نستضيف اليوم من باريس الناشطة الحقوقية والصحفية الأستاذة رانيا عمر. أهلا وسهلا بك سيدتي. ومن الدوحة الناشطة الحقوقية المهتمة بالعدالة الاجتماعية الدكتورة محاسن زين العابدين، أهلا بك. ومن القاهرة الناشط المستقل في مجال العمل الإنساني والناطق الرسمي السابق باسم الهلال الأحمر السوداني السيد أسامة أبو بكر، نرحب بك أيضا. ومن الخرطوم سوف ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ وليد النور، أهلا بجميع ضيوفنا. وأبدأ معك من باريس أستاذة رانيا عمر، أهلا وسهلا بك، نحييك بداية ونسألك حول هذا المؤتمر الذي يعقد في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها السودان اليوم حسب آخر التقارير. يعني هناك من يتحدث عن مجاعة وشيكة اليوم في السودان، ناهيك عن النزوح وعن ضحايا هذا الصراع الذي دام أكثر من سنة إلى يومنا هذا. تفضلي، الكلمة لك. مرحبا بك يا أستاذة ويدان، ومرحبا بكل مشاهدي قناة المغاربية وبضيوفك أيضا. نعم، اليوم قد مر عام على اندلاع الحرب في السودان منذ نيسان الماضي. تسببت هذه الحرب في تشريد ونزوح الملايين من أبناء الشعب السوداني إلى دول الجوار المختلفة، ومنها أيضا هجرة ونزوح داخلي إلى الولايات التي كانت تعتبر أكثر أمانا بالنسبة للسودانيين. فكانت ولاية الجزيرة التي فتحت أبوابها أمام الفارين من جحيم الحرب في الخرطوم، إلا أن أيادي الميليشيات الآثمة قد أطالت أيضا هذه الولاية التي تعتبر هي حاضرة من حواضر السودان ومن كبرى حواضر السودان، والتي تسببت أيضا هذه الميليشيات فيها بالعديد من الأفاعيل المشينة والتعديات والاغتصابات والاعتداءات أيضا على كل أهالي هذه المنطقة بمختلف المدن التي هي تعتبر في داخل قلب ولاية الجزيرة، مما تسبب أيضا إلى هجرة ونزوح أهالي هذه المناطق بأعداد كبيرة جدا على شكل ذرافات ووحدانة. وكانت هذه الهجرة التي خرج فيها أهالي هذه الولاية راجلين على الأقدام وسيرا على الأقدام في منظر مهيب تشعر له الأبدان وتشخص له الأبصار. سيدتي الكريمة، يعني دعيني أسألك أستاذة رانيا حول المؤتمر الذي يعقد اليوم. يعني أثير جدل حول هذا المؤتمر، يعني الخرطوم استنكرته، يعني لم تعلم به. من المشاركين؟ هل لك أي معلومات حول هذا المؤتمر اللي هدفه دعم السودان؟ ما طبيعة الدعم الذي يعني ترغب بتقديمه فرنسا اليوم؟ نعم، قد عقدت اليوم الخارجية الفرنسية هذا المؤتمر بشأن الدول المانحة للسودان دون علم السودان أو إخطار الحكومة السودانية، وعدم طلب تمثيل حكومي سوداني، وعدم تمثيل أيضا تمثيل دبلوماسي متمثل في البعثة
الدبلوماسية الموجودة الآن هنا على الأراضي الفرنسية. المشاركين الآن في هذا المؤتمر هم أساسا قوى مدنية كانت في سابق الزمان تمثل حكومة انتقالية عقب ثورة ديسمبر التي كانت في السودان في 2018. تلك الفترة، وتعتبر هذه القوى المدنية الآن هي ليست لها الصفة الشرعية، عفوا، ليست لها الصفة الشرعية لتمثل الشعب السوداني، وليست مخول لها الحديث باسم السودان أو التسول باسم السودان حتى عبر مؤتمر المانحين. وللأسف الشديد أن كل هؤلاء المشاركين الآن يعتبروا هم أعداء أساسيين ومتسببين في اندلاع الحرب في السودان. وأيضا لا ننسى أن الحكومة السودانية الآن تضع كل المشاركين الآن على قوائم المطلوبين بملاحقات قضائية تتحدثين قد عن أعلنت المشاركين عنها اليوم الحكومة في السودانية. مؤتمر باريس؟ نعم نعم الدكتور عبد الله حمدوك وآخرين هم أساساً من أسمائهم موجودة في قوائم المطلوبين والملاحقين من قبل الحكومة السودانية، وكانت الحكومة قد أعلنت هذا البيان قبل قيام هذا المؤتمر، لكن لم تعتبر هذه القرارات السيادية ولم تضع عين الاعتبار، ولا زالت هذه القوى تدعي أنها الآن موجودة وهي يمكن أن تمثل الشعب السوداني، لكن الشعب السوداني الآن رافض لهذا التمثيل، ويمكن أن هذا الحضور اليوم لا يعبر أو هم لا يعتبرونه أصلا بأنه يمثل الحكومة السودانية، وأنهم الآن يمكن أن يكونوا قد حضروا إلى هذا المؤتمر نعم. تحت غطاء المنظمات الحقوقية والإنسانية، لكن كيف يمكن لهذا المؤتمر أن يتم دون إخطار الجانب السوداني بهذا؟ فيعتبر هذا هو انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية وعهود الدبلوماسية المعروفة لدى العالم أجمع. نعم، اسمحي لي أنتقل للدكتورة محاسن زين العابدين الناشطة الحقوقية المهتمة بالعدالة الاجتماعية. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة. دكتورة محاسن، يعني نتحدث عن تقارير مخيفة، ملايين الجوع في بلد كان يعرف بسلة غلال أفريقيا، ما الذي يحدث الآن في السودان؟ يعني ولابد هنا أيضا من الحديث عن أو تسليط الضوء على هذا المؤتمر الذي يعقد حاليا في باريس لدعم السودان. يعني هل تعتقدين أن السودان يحتاج لدعم للخروج من هذه الأزمة اقتصاديا، أم من الأحرى بمكان علاج الأزمة السياسية حتى لا تستمر الحرب بعد مرور سنة على اندلاعها؟ مرحبا، مساء الخير، وشكرا على الاستضافة، وشكرا على الاهتمام المتواصل. العفو بقضايا واجب. هذا والحقيقة إنه ما يحصل في العالم ده هو حروب، أنا بفتكر بالوكالة بأيدي أبنائي، هي حروب القوة والسلطة وتصارع مصالح على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي لصالح محور اقتصاد السوق والدول المتحكمة وبعض دول الإقليم التي ترتبط مصالحها بالنظام، وجود عدم ويعني عدم الرغبة في وجود نظام ديمقراطي في المنطقة يقوده الشباب الفتي الذي قاد الثورة. الهدف قطع الطرق أمام الثورة ومستحقاتها، سواء كان ذلك من منظومة النظام السابق أو رهن موارده للقوى الاقتصادية واقتصاد السوق. الحقيقة هو عمل منهك، بلد منهك وعمل ممنهج لإثارة الصراعات القبلية والمناطقية، والمطلوب بلد سهل التحكم فيه. وفي دول كثيرة تلعب دور بارز في هذا. نعم. طيب، مع كل المعارف في عام الثاني حقيقة الوضع كارثي بمعنى الكلمة. مخاطر السعي الحسيس لتحويلها إلى حرب أهلية ودمار شامل سياسي واقتصادي وبيئي واجتماعي ومؤسسي. فسياسيا إلى جانب غياب الدولة والانهيار المؤسسي للدولة وهدر موالد البلد لمصلحة النافذين وشركائهم الإقليميين والعالميين، هنالك حركة تهريب واسعة للذهب واليورانيوم والسيليكون، وهنالك اتفاقات ثنائية تعقد باسم السودان، آخرها اتفاق إنشاء ميناء أبو عمامة
الموقع مع الإمارات. ما أود أن أقوله هنا هو إن موارد إن المطلوب الآن هو وقف الحرب، وموارد السودان من ذهب ويورانيوم وسيليكون وصمغ عربي وزراعة وغيرها ستكون كافية لإنقاذ السودان من الوضع الكارثي الموجود الآن. أيضا اللحاق بالقطاعات الاقتصادية سواء كانت زراعية أو ثروة حيوانية هيكون عنده تأثير كبير جدا في إيقاف خطر المجاعة، لأنه حقيقة هنا الآن خطر مجاعة كبير جدا موجود. بالنسبة لل سواء كان بالنسبة للزيارات المكوكية للقوة الموجودة حسح في تقدم، وقبلها كانت هي باسم قحط وقبلها باسم إطاري، كلها مساعي بالوقت بين العواصم الأقاليم ما عندها أي تأثير على الواقع في السودان. الشيء الأساسي زي ما قالت الأخت المضافة معاكم إنه هذه القوة ليس عندها شرعية ولا تمثل كل السودان ولا تمثل مصلحة كل السودان أو رأي كل السودانيين، وهذه القوة أقصد قوة مهمة جدا هي القوة التي قامت بالثورة، هي قوة الشباب التي قامت بهذه الثورة. هنالك لجان المقاومة من الشباب الآن هم الذين يعملون على إنقاذ اللاجئين والنازحين في المعسكرات، ونجحوا في أنه يقيموا غرف طوارئ، وبالمساهمات المحلية قاعد يساعدوا هؤلاء الناس على 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 الحياة، فقط على الحياة في أبسط أشكالها، لأنه حقيقة التدمير الحاصل ده هو تدمير كبير، هو إفغار، هو تهجير، هو تدمير، هو طال الأطفال. يعني إذا إحنا مسكنا الأسر، عندك 18 مليون أسرة دلوقتي مهددة بالمجاعة ومهددة بالنزوح، أكثر من 8 مليون نازحين الآن، 31% يعانون سوء التغذية الحاد، لا توجد مساعدات إنسانية في الوقت الحالي، وإذا وقفت الحرب أن السودان ما محتاج لمساعدات إنسانية، في انهيار تام للبنية التحتية، طالت المستشفيات، الأسواق، المدارس، الجامعات، مراكز البحوث، البنوك، الفنادق، حتى المقر الرئيسي للقوات المسلحة والحكم اللي هو القصر الجمهوري. حقيقة إذا مسكنا الحرب دي هي أصلاً التأساس بتاعها أساس اقتصادي في ضرب لمواطن التنمية، ده حصل إذا مسكنا الخرطوم والجزيرة لوحدها هي بتمثل 30% من قطاعات التنمية في البلد. تدمير القطاعات الاقتصادية سواء كانت التقليدية زراعة حديثة أو تقليدية أو قطاع صناعي، انهيار قطاع الخدمات ومن توليد مائي وكهرباء وشبكات اتصال ووسائل نقل، تعطيل خدمات الصحة والتعليم وتدمير المدارس والمستشفيات، تعطيل مشروعات التطوير بكاملة، بالرغم أنه كان في حركة بتاع التطوير عقاري، لكن دلوقتي كلها تقريبا اتدمرت وتدمرت الأصول العامة والخاصة والأسواق والمناطق الصناعية والسكنية. يعني تدمير شامل تام، القصد منه إفغار البلد، ضرب موارده، إنهاكها، إضعافها، ولربما تقسيمها حسب المخطط. يعني إنه نعم. دكتورة محاسن أرجو أن تبقي معنا، اسمحوا لي ضيوفي أنتقل إلى الخرطوم. معي من هناك الكاتب الصحفي الأستاذ وليد النور، أهلا وسهلا أستاذ وليد، شكرا لقبولك الدعوة. أستاذ وليد مرحبا. مرحبا، أهلا بك. دعني أذكر ما قاله السيد مارتن جريفيث، أنه هذه المعاناة في السودان الآن الناجمة عن العنف والجوع والنزوح والمرض ستتفاقم ما لم يجري توسيع نطاق العمل الذي يتألف من عدة أمور، يعني الجزء الدبلوماسي لوقف القتال والوصول إلى يعني اتفاقات يعني تنهي هذه الأزمة وهذه الحرب، قبل الحديث عن مشاريع التنمية والدعم لإعادة بناء ما تم تدميره في هذه الحرب. رأيك بذلك؟ أولا شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام. في الأساس الآن المطلوب من السودانيين أولا العمل على وقف الحرب، وقف إطلاق النار،
ومن ثم مناقشة بقية القضايا. الوضع الآن في السودان هو وضع كارثي، أزمة إنسانية، أزمة نزوح كبيرة جدا، أكثر من 8 ملايين نسمة أو مواطن نزحوا داخل وخارج السودان، أكثر من 9 ملايين حسب تقارير يونيسيف من الأطفال هاجروا، 4 ملايين من الأطفال الآن هم خارج للعمل الثاني التوالي، خارج الدراسة، خارج الصف الدراسي. هذه الأزمة أزمات طاحنة جدا في نقص الغذاء ونقص الدواء ونقص المياه الصالحة للشرب ونقص الكهرباء في بعض المناطق. هذه الأزمة تعتبر من أسوأ الأزمات أو أسوأ الحروب في العالم. هذه الحرب التي اليوم تمر مرت أكثر من 365 يوم. حرب السودان هي حرب لا مثيل لها في العالم، فاقت كل التوقعات. أكثر المتشائمين في 14 أبريل 2023 لما كان يتوقع أن تحدث مثل هذه الأهوال التي شاهدها السودانيين لأول مرة. نعم أستاذ وليد، يعني تداعيات هذه الحرب بعد عام كيف تراها اليوم؟ وهل ما يعقد اليوم من مؤتمر في باريس لدعم السودان تعتقد أنه خطوة أو بداية فعلا للتحرك الجدي من أجل إنهاء هذه الحرب؟ لأنه التداعيات كما ذكرت وذكر ضيوفنا بأنه خطيرة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي الإنساني. يعني نتحدث هنا عن ملايين النازحين، عن كما ذكرت هناك من حرم، ملايين الأطفال، ناهيك عن الضحايا، ضحايا هذه الحرب، عن المقابر الجماعية، عن تعرض النساء لأشكال بشعة من الاغتصاب والتحرش الجنسي من الشهادات عن قصص يندى لها الجبين حقيقة. نعم، هو انا لما ذكرت انه السودانيين او اكثر اكبر المتشائمين ما كان بيتوقع ما يحدث للسودانيين والسودانيات جراء هذه الحرب من الاهوال ومن الصدمات ومن الاذلال، اذلال كرامه الانسان السوداني، واجه ذل لا يمكن ان، واذا زي ما ذكرت في يحدث في مؤتمر باريس هو ضغط يمكن ان يكون ضغط دبلوماسي من اجل لفت انتباه العالم لما يحدث في السودان. الأزمة السودانية على الرغم من أنها الأزمة الأسوأ في العالم، ولكنها لم تحظى بنقاش جدي ولم تحظى بمساهمة واضحة من العالم، سواء كان دول الإقليم أو المنطقة. لم يتم الضغط على الطرفين المتقاتلين من أجل إيقاف الحرب. التداعيات خلال هذا العام هي تداعيات ستكون آثارها كارثية وسلبية على المواطن السوداني الموجود داخل السودان والموجود حتى خارج السودان، لأنه أحوال السودانيين الآن بالخارج هي لم تكون بأفضل من الموجودين بالداخل، سوى الموجودين في الخارج هم تتوفر لهم فرصة الأمن، ولكنهم يعانون من شظف الحياة، يعانون من سداد أبنائهم. بعض الكثير من الذين لجوا إلى دول الجوار وإلى الخارج لم يتمكنوا من إدخال أبنائهم إلى المدارس أو الجامعات، وبالتالي الموجودين بالداخل 47% لم يصرفوا أجورهم لأكثر من عام. وبالتالي المؤتمر هو الغرض أو المفروض يقدم يلفت انتباه العالم بأن هنالك أزمة إنسانية، هنالك أزمة كارثة صحية، هنالك مواطنون يفتقدون أبسط مقومات الحياة في دولة اسمها السودان. نعم، جزيل الشكر لك الأستاذ وليد النور الكاتب الصحفي، كنت معنا من الخرطوم. أكيد للحديث بقية، وأنتقل للحديث مع الأستاذ أسامة أبو بكر الناشط في مجال العمل الإنساني. أهلا وسهلا سيدي، شكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا.
يعني نتحدث هنا عن كارثة صحية، عن أزمة جوع، كما ذكر ضيفنا قبل قليل الوضع، وضع من نزح إلى دول الجوار كمصر، كمناطق في الجنوب وتشاد، ليس بالأمر السهل. صحيح أنه المعاناة مضاعفة داخل السودان اليوم، ولكن أيضا هناك معاناة انتقلت مع النازحين أيضا تتعلق بالاستقرار في الدول الجوار. صحيح أنه هناك الوضع، أن المسألة الأمنية مستقرة، ولكن الأوضاع المعيشية صعبة للغاية. هل لك أن تضعنا في صورة أوضاع الأخوة السودانيين النازحين اليوم؟ طبعا الأوضاع النازحين زي ما تفضلوا ضيوفك الكرام، اللي هم يعني أوجزوا وفصلوا تماما في المأساة التي تحدث في السودان. طبعا النازحين هم ما في احصائيات رسميه بالنسبه للاجئين خارج السودان، الا انها بتقول انه اكثر من 3 مليون لاجئ. طبعا الاحصائيات لعدد اللاجئين خارج السودان بتكون غير دقيقه في معظم الاحوال، حتى بواسطه المنظمات المتخصصه، لانه في لجوء بيتم يعني غير القنوات الرسميه، وبالذات للدول الحدوديه مع السودان، بالذات لمنطقه الشتات ولاثيوبيا واريتريا وجنوب السودان، حتى مصر نفسها فالاحصائيات ما دقيقه، الاعداد ضخمه جدا، تتجاوز الملايين. واحد اثنين، اللاجئين في خارج السودان بيعانوا معاناه شديده لانه طبعا فقدوا مصادر دخلهم وحياتهم نفسها صعبه جدا بناء باسباب غلاء المعيشه ومحدوديه الموارد في معظم الدول التي لجأوا اليها. دي مشكله كبيره جدا لهم، وفي نفس الوقت تفكيرهم في باقي اهلهم اللي ما استطاعوا انهم يطلعوا من السودان لهذه الاسباب. المشكله طبعا السودان حكومتها منذ 89 للاسف حكومه ضعيفه، حكومه يعني عشان تعزز وجودها بتتعامل مع الدول الخارجيه من منطلق الاستفادة منهم من الموارد للفساد اللي كان موجود وحتى الآن موجود في جهاز الدولة السوداني. لذلك ما وضعت اتفاقيات ثنائية بموجب القوانين الدولية لاحترام الرعاية السودانيين في الخارج. نحن نشكر الدول اللي استضافت السودانيين سواء كان في أثيوبيا أو في كل دول الجوار، لكن الحكومة نفسها ما بتعبر، يعني ما بتدافع عن قضايا السودانيين الخارج السودان. طبعا الكارثه الانسانيه كبيره جدا، وبحكم انه انا كنت شغال في يعني من المفترض الإنساني. استاذ اسامه انه هناك في هيئات امميه تعنى بهذا الشان وبتوفير الدعم السريع للاجئين والمهاجرين، خاصه من هربوا من هذه الحرب. طبعا في منظمتين عالميتين معروفين، طبعا الـ UNHCR اللي هي مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين. يعني نتساءل اليوم عن دورها، اين هي اليوم من هذه المعاناه؟ والله المنظمات دي بتعمل، طبعا في كل منطقه موجود فيها لاجئين المنظمات عندها سياسات مختلفه بناء على الاتفاقيه الموقعه مع الدوله المستضيفه. مثلا مفوضيه اللاجئين السودانيين بالذات الجو بطريقه غير قانونيه، بتديهم يعني استماره وبعد زمن طويل حتى تديهم البطاقه الصفراء، هي في مصر هي بيكونوا تابعين للحمايه بتاعت مفوضيه اللاجئين. يلا المفوضيه نفسها بتاخذ وقت طويل جدا، في انتقادات واسعه جدا لمفوضيه اللاجئين في مصر مثلا تحديدا في انها بطيئه العمل في منظمه الهجره الدوليه، لكن منظمه الهجره الدوليه ما محكومه بقوانين دوليه زي UNHCR، لانها واحده من المنظمات الاساسيه التابعه لمجلس الاقتصاد الاجتماعي للامم المتحده. حتى وبعدين طبعا الاخبار والمعاناه الانسانيه طغت على اخبار السودان والضغوط العالميه للتعامل مع ضحايا الحرب في السودان، اللي هي الصراع في غزه، في فلسطين، الحرب الاوكرانيه. نعم. تراجع الاهتمام العالمي بالسودان
مش بتخطيط او بتمنية، لكن فرضت الظروف. استاذ اسامه ابو بكر، سؤالي لك، وحضرتك كنت الناطق الرسمي السابق باسم الهلال الاحمر السوداني، واسالك هنا عن القطاع الصحي في السودان، كيف تفسر لنا هذا الوضع، خاصه انه المستشفيات ايضا استهدفت في فتره هذا النزاع؟ طبعا القطاع الصحي بدأ بالانهيار من الأسبوع الثاني للنزاع المسلح في السودان، وظللنا لما أنا كنت الهلال الأحمر ظللنا نناسب طرفي النزاع، أولا باحترام القانون الدولي الإنساني أو ما يعرف باتفاقيات جنيف وبروتوكولات الإضافية اللي هي بتحد أطراف النزاع باحترام القانون واحترام ضحايا الحرب من المدنيين والعسكريين، يعني الأسرى وضحايا الحرب بشكل عام. ظللنا نناسب الطرفين لما بدأت الحرب في الخرطوم قبل أن تنتقل إلى الولايات الأخرى، إنه الدعم السريع والجيش السوداني لازم يلتزموا بتحديد مسارات آمنة لتوصيل المواد الإغاثية وتوصيل الدعم للمستشفيات وتأمين الأمن والحماية للكوادر الصحية العاملة في المستشفيات. الطرفين ما استجابوا، يعني بشكل استجابات كانت متقطعة، والطرفين بيتحملوا المسؤولية سواء كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، لأن المدن السودانية أصبحت وور زون، ساحة حرب، وده كله مخالف للاتفاقيات الدولية. يعني كانوا في الأول ناس الدعم السريع بيقولوا إن إحنا دائما الالتزامات القانونية لحماية ضحايا الحرب والمؤسسات بما فيها المؤسسات الصحية بتلتزم بها الدولة والجيش بتاع الدولة، لكن الدعم السريع عمل اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن بوجوب الالتزام بقوانين جنيف وكده. فأنا بحمل الاثنين المسؤولية الأساسية في جرائم الحرب اللي بتحدث، إنه الجيش السوداني بيقصد بيعتمد على الطائرات في محاولة حسم المعارك الموجودة، وبينما الدعم السريع بيختبئ في مناطق السكنية. الاثنين بخلاف القانون الدولي والاثنين مجرمين حرب. فالجيش السوداني بيقصف الدعم السريع في ضحايا مدنيين، وبيقصف القطاع الصحي في مستشفيات كثيره قصفت، ومع انها هي محميه. ده ادى لانهيار شديد جدا في القطاع الصحي. حاليا حسب متابعتي بعد ما خرجت من الهلال الاحمر، يمكن القطاع الصحي في السودان شغال بنسبه اقل من 10% من الطاقه بتاعته، وحتى الرواتب الأجهزة اللازمة للأمراض الأساسية بالذات أجهزة غسيل الكلى فيها تعطيل شديد. في منظمات جابت أدوية وجابت مستلزمات صحية، لكن للأسف أيضا في العاصمة في السودان غير كافية، يعني تكدس الفساد فيها، وأصبحت كثير جدا من المواد اللازمة للمستشفيات الداخله في العمليات الجراحيه وفي الادويه بتتباع في الاسواق كما تباع المواد الاغاثيه والمواد الغذائيه. تجار الحروب مع اكثرهم في هذه المآسي. استاذ اسامه ابو بكر، جزيل الشكر لحضرتك. نعم. شكرا جزيلا على هذه المشاركه. الناشط في مجال العمل الانساني كنت معنا من القاهره اكيد للحديث بقيه، واعود لضيفاتي ومن باريس الاستاذه رانيا عمر. عذرا طولنا عليكم شوي، ولكن من الضروري ان نسمع اكثر من شهود يعني كانوا في تلك الفتره من هذا النزاع، وبالتالي أريد أن أتوقف هنا عندما قاله الضيف الأستاذ أسامة أبو بكر حول انهيار القطاع الصحي في السودان، يعني العمل فيه بنسبة أقل من 10%، وهذه كارثة حقيقية. هل لك أن تعلقي على ذلك؟ نعم، أولا يعني ما ذكره الأستاذ وليد وما ذهب إليه من تفاصيل وتوضيحات هي حقيقة هو ما يحصل الآن على أرض الواقع في السودان. لكن يا أستاذتي، يعني يبقى هناك سؤال كبير وسؤال مهم: من الذي قام باقتحام هذه المستشفيات وتحويلها إلى سكنات عسكرية؟ وحتى منازل المدنيين تحولت إلى سكنات عسكرية بفعل دخول ميليشيات الدعم السريع وتحويلها إلى مقار خاصة بهم لحمايتهم وعدم مواجهتهم للجيش السوداني. إذن هذه تعتبر انتهاكات قامت بها الميليشيا
والآن السودان قد أعلن أن هذه هي تسمى معركة الكرامة، فكيف لهذه الحرب أن تقيف دون استرداد كرامة الشعب السوداني الذي انتهكت من قبل ميليشيات الدعم السريع بكل الأفاعيل المشينة التي قامت بها من تدمير للمستشفيات وتدمير للبنى التحتية وتدمير أيضا لكل النقار والمؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية في عموم الدولة وفي عموم مناطق الاشتباكات ومناطق النزاع. فهذه يعني تعتبر نقطة كبيرة تحسب من الإجحاف في حق القوات المسلحة التي هي الآن تدافع عن كرامة هذا الشعب السوداني من قبل هذه الميليشيات التي أسمتها أنها هي يعني ميليشيات مرتزقة. تقصدين أستاذة راني عمر أنه لابد من عدم الإفلات من العقاب، يعني كلما ارتكب جريمة بحق السودانيين يجب أن يعاقب، ولكن ألا تعتقدي بأنه هذه مسألة قد يعني تزيد من أمد هذا الصراع في الوقت الحالي؟ والله يا أستاذتي يعني ما ينظر الآن على أرض الواقع في السودان هو يستوجب العقاب. لمن يستوجب العقاب؟ لكل الذين تلطخت أيديهم بدماء هذا الشعب المغلوب على أمر هذا الشعب الصابر. يعني يمكن ما قامت به هذه الميليشيات كان يستوجب الرد من قبل القوات المسلحة السودانية، لأنها هي قوات تعنى عناية كاملة بالدفاع عن السودان وبالدفاع عن الوطن. هي ولكن مهام حسب الجيوش. تقارير الكل تورط بهذه الحرب سيدتي الكريمة، واسمحي لي أنتقل للدكتورة محاسن وأسألها رأيها في هذا الموضوع الهام. تفضلي أستاذة محاسن، هل سمعتي ما تفضلت نعم. به الأستاذة رانيا؟ تحدثت قلت عن الوضع الصحي والإنساني، صحيح، ومضيف إن أدى كمية من المعلومات الكويسة. تفضلي. فأذكر أنه بالنسبة للوضع الصحي هو بيشمل حقيقة عدة أشياء. أول حاجة صحة البيئة، إذا مسكنا صحة البيئة طبعا دفن الجثث في الشوارع وفي المنازل، بالإضافة إلى الجو الملوث بالدانات وبالرصاص وبكده، أنا أفتكر دي مخاطره كبيرة جدا على الناس الموجودين دلوقتي، وخصوصا إنه هم بيحاولوا يتحركوا من منطقة لمنطقة أكثر أمنا، ودي لا زالت مستمرة وممتدة، ويمكن شملت دلوقتي 10 ولايات، وبل بقت تذهب إلى القرى الصغيرة وتدمر تدمير كامل. طبعا انعدام الأدوية والعلاج والمحاليل الطبية، وزي ما قلتي تقريبا كل المستشفيات هي دمرت، يعني خصوصا في المدن الكبرى أو في المناطق بتحت التنمية، إلى جانب طبعا تفشي الأمراض المستمرة زي الكوليرا والحزبة والملاريا وحمى الضنك، ودي بتهدد حياة مئات الآلاف. بالنسبة للأطفال طبعا في 9 ملايين طفل يفتقروا إلى الغذاء الآمن، وفي إشكالية بتاعت خطر المجاعة نتيجة لتوقف القطاعات الزراعية والقطاعات الرعي. أنا أفتكر أنه عموما الوضع الصحي يعني ما أعتقد ممكن يحصل أسوأ من كده. أنا مهتمة تماما بالحتة تحت التعليم، 95% من الأطفال لن يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم، أجيال كاملة من الشباب هم حيكونوا خارج يعني تأثر المسألة دي على أجيال قادمة نعم كثيرة. نعم، ولكن دكتورة محاسن يعني لإيجاد حلول لكل هذه الأزمات يجب البحث عن حل سياسي، أليس كذلك؟ الحرب هي طبعا السياسة داخلة فيها، لكن حل سياسي، من هو المخول بأنه يعمل الحل السياسي؟ ده بيبقى سؤال، وأي نوع من الحل السياسي ده بيبقى سؤال ثاني. زي ما قال أحد المستضافين عندك أنه ما حصل في العالم أسوأ مما يحصل، ابدأ ما حصل من دمار وقتل وسحق للأرواح واستهانة بالحياة وحرمان الشخص من حق الحياة وحرمانه حتى من حق الدفن، حق العلاج. يعني في كيسز كثيرة ناس عيوا دايرين يمشي يعالجوا وقفوهم بيحمون يطلعوا من البيوت. يعني ما أفتكر إنه في دمار ممكن يحصل أكثر من كده. يبقى نحن كجيل علينا أن نتحمل المعاناة والمأساة على أساس إنه نوفر مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا. دكتورة محاسن، كما ذكرت أستاذة رانيا عمر من باريس بأنه لابد من تصفية الحسابات الآن وعدم الإفلات من العقاب.
هل تعتقدين أنه الأولوية لذلك الآن، أم يجب أن يكون هناك حل سياسي يشمل الأطراف المتنازعة، وإلا ستستمر هذه المعارك؟ وزي ما قلت لك انه يعني شموليه الاطراف المتنازعه هي معناها اعاده انتاج الازمه مره اخرى لاجيالنا القادمه. نعم. ونفتكر انه احنا نضحي ونعمل لمستقبل اجيالنا القادمه. يعني الافلات من العقاب، اذا مسكنا تاريخ السودان من حكم عبود في 58 وبعدها نميري وغيره، وكان في كميه من الفساد في كل الانظمه الدكتاتوريه، دي حاجه معروفه، فساد إداري وفساد مالي وكله. فدي الإفلات من العقاب في السنوات السابقة دي بما فيها يعني عدم خلق وطن لكل شخص سوداني، ده أدى للأزمة الموجودة حاليا. فأنا بفتكر إنه الإفلات من العقاب المرة دي حقه ما يكون مقبول من ناحية. من ناحية ثانية، عسكرة الدولة أو إدخال العساكر في السياسة هو أمر غير مقبول. مفترض تكون دولة مدنية ديمقراطية يقود الشباب الواعي اللي شافه كل العالم وعرف شعاراته الموجودة هي شنو. ولكن للأسف يعني دائما الحلول هي حلول بتجي من الخارج. أنا أفتكر إن الحلول اللي بتجي من الخارج هي بالضبط بالطبع حتكون حلول توفيقية بتراعي مصالح كل المشتركين فيها، سواء كانوا محليين أو سواء كانوا دوليين أو إقليميين، بدون مراعاة للشارع. ما الشارع السوداني قال كلمته. نعم. وين كلمة الشارع السوداني؟ وين شعارات الرفعة؟ العسكر للسكنات والجنجويل. الشارع السوداني طالب ب يعني سلطات مدنية. نعم، مدنية ديمقراطية. نعم. اسمحي لي سيدتي أنتقل للأستاذة رانيا عمر، أكيد لها ما تقول في هذا الموضوع. ونتساءل يعني ماذا يعني استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، ماذا يعني استمرار الحرب في السودان؟ طيب، توضيحا لبعض النقاط، يعني أنه كان هناك حلول وضعتها الحكومة السودانية تمثل مخرجات منبر جدة الأول والثاني، وهي ما تمسكت به القوات المسلحة في خروج الميليشيات من الأعيان والمرافق الخدمية والحكومية ومنازل المدنيين وتجميعهم خارج نقاط محددة خارج ولاية الخرطوم حتى يتم النظر في ذلك. لكن دائما ما تنقض ميليشيات الدعم السريع هذه الاتفاقيات ولم تستجب، لذلك هي من تطيل أمد هذه الحرب. ولا يمكن أن تكون هنالك حلول سياسية أو مطروحة حتى على الساحة ما لم يتم خروج هذه الميليشيات واستسلامها تماما ووضع السلاح حتى يتسنى تطبيق سياسة إنفاذ القانون ومعاقبة كل مرتكبي هذه الجرائم، ومن ثم ينتقل الوضع إلى انتخابات حرة عادلة يأتي الشارع فيها بمن يراه مناسبا عبر صناديق الاختراع، وهذا ما كانت قد طرحته الحكومة السودانية سابقا. نعم. هذا للتوضيح. أستاذة رانيا، يعني لماذا استنكرت الخرطوم مؤتمر باريس اليوم لدعم السودان؟ نعم، هو طبعا هذا يعني الاستنكار طبيعي جدا، لأنه الآن الحكومة الفرنسية حتى لو كانت تريد أن تقوم بمثل هذه المشاركة باسم السودان، فمن الطبيعي جدا أن يتم إعلام الخرطوم بذلك ولا يتم تجاوزها حتى من باب الأعراف الدبلوماسية. مفروض دعوة كل الأطراف يعني من المفترض. نعم، هي استدعت القوى المدنية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يا أستاذة، من الذي خول هذه المجموعة للذهاب لهذا المؤتمر أو حتى مؤتمرات غيرها؟ بالإضافة لأنه كانت هناك أيضا الكثير من المؤتمرات للمانحين سابقا في جنيف وفي الولايات المتحدة، عفوا في بريطانيا، لكن كل هذه المخرجات التي تم الاتفاق عليها مسبقا في موجب هذه البرامج لم تنفذ سوى 5% كما ذكرت الحكومة السودانية. فإذا يبقى أيضا سؤال آخر، طالما أن هذه البرامج لا تنفذ على أرض الواقع، فلماذا يتم القيام بمثل هكذا مؤتمرات أخرى إضافية؟ لماذا يعني؟ لماذا تريد أن تضيف حتى للسودان أو باسم السودان؟ فإذا كانت هذه المساعدات هي حرفيا لدعم السودان ودعم الشعب السوداني، فمن باب أولى
تمثيل حكومي يكون موجود وشاهد على على مجريات هذا المؤتمر ربما البعض وحضور يرى حتى المخرجات. بأنه يعني من هم في الأرض هناك في السودان عجزوا عن إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمة، وبالتالي تم عقد مؤتمر مع فئات مدنية أو شخصيات مدنية لربما يكون لها مشروع لحل الأزمة في السودان. طيب، مع إنه هذه الجهات التي هي الآن مدعية لهذا المؤتمر، هل تنال رضا وقبول الشارع السوداني؟ لا، ليس بكامل. الشعب السوداني هو من يوافق على اسم هذه القوى المدنية لتتحدث باسم قضايا السودان. نعم. وقضايا الشأن الداخلي السوداني، كما أن قرار الحكومة السودانية كان واضحا بوضع هؤلاء في قوائم المطلوبين لدى العدالة والحكومة السودانية، فمن باب أولى ألا يتم إشراكهم أصلا، أو حتى إذا كان تم ذلك وتم هذا الإشراك ف يعني يفضل الجمع بين الطرفين لا استثناء طرف دون الآخر، وهم يعني يعلمون تماما أو الشعب السوداني كله يعلم أن هذه القوى المدنية تعتبر حاضنة سياسية بالنسبة للميليشيات، لأنها وقعت معها على مشروع الاتفاق الإطاري الذي كان هو جزء من مسببات الحرب في السودان. نعم، اسمحي لي أنتقل للدكتورة محاسن. الإنقاذ الدولية ذكرت بأن السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة جوع بالعالم، يعني ما هو بالإمكان فعله الآن لوقف هذه الأزمة، أزمة المجاعة اللي يعني هناك الكثير من التقارير الأممية التي تشير حقيقة إلى أو حذرت منها تحديدا في السودان؟ أوكي، اسمحي لي قبل أن يعني أرد على هذا السؤال تفضلي أستاذ. أنا أؤكد أيضا إن الحكومة الموجودة الآن سواء كان البرهان أو غيرهم هي برضه حكومة مغتصبة وليس لديها شرعية، قامت بانقلاب في 25 أكتوبر وقامت بانقلاب وحرب في 4 أكتوبر. شركاء في الانقلاب يا دكتورة، شركاء للحكومة المدنية. وأود أن أؤكد أمر هام، وهو إن تهجير وهجرة المواطنين لم تكن لتكون لولا ضرب طيران الجيش للمنازل وللمساكن ولكل مغدرات البلد من مصانع ومدارس ومراكز صحية ومستشفيات. أنا لو لم تجي طيارة وتضرب لي بيتي ما بطلع من بيتي، لأنه أنا طلحت الناس اطلعوا ديل كلهم هم يزعرون بالذلة والمهانة، وقد توفي الآلاف من هذا الشعور المغيث بالذلة والمهانة ممن بجيشهم كلهم مغتصبين. الجنجويت هو ابن القوات المسلحة، والبرهان رب دارفور هو جزء، هو طبيق حميتي، اوكي، وهم دايرين دلوقتي هسه يتبعوا عشان يحكموا السودان. الصراع هو صراع سلطه وقوه على حساب المواطن السوداني، وهو مرفوض جمله وتفصيلا. والجيش نفسه الموجود دلوقتي هو جيش مؤدلج، ومن المفترض ان تتم اصلاحه واعاده هيكلته. اما هذا البرهان او وحميتي فكليهما يجب أن يذهبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومعهم من حموهم على مدى السنوات الفاتت، البشير وزمرته من الفاسدين والمفسدين والقاتلين. هذا سألتني سؤال ضاع مني لأنه نعم، هو يعني أكيد سوف أعطي حق الرد للأستاذة رانيا عمر، ولكن سألتك حول الجوع يعني الوشيك كما ذكرت العديد من التقارير الحقوقية والأممية في السودان. طيب، السودان حقيقة هو عضو في الأمم المتحدة، والأمم المتحدة بكافة وكالات هي ملزمة بإنقاذ السودان في هذه الفترة، والأمم المتحدة هي التي يجب أن تتولى مسألة إيقاف الحرب بين المتحاربين. يعني الحوار ما فيه، ما هو حوار مدني، هو حوار بوصايا دولية من وكالة دولية حكومية هي الأمم المتحدة، وفي عدة أشياء مفروض تعملها. أول شيء طبعا المشكلة كلها ما حتتحل إلا بإيقاف الحرب، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأمم المتحدة حصل قبل كده في أماكن كثيرة كانوا بيرموا الأغذية دي بالطائرات. الإشكالية دلوقتي إنه كل ما يذهب عبر بور سودان زي ما قال المتحدث قبلي إنه
يتم من قبل الفاسدين الممسكين بزمام أمور الدولة الآن، يتم بيعها في الأسواق أو تكدسها، وكمية من الفيديوهات جاءت والأطعمة والأشياء مكدسة في بوك السودان. حتى نحاول لما نقول إحنا دايرين نساعد عبر مثلا بعض المنظمات المعروفة والمعترف بها دوليا، لكن بنقول في النهاية المساعدة دي حتمشي وين؟ يعني أقصد المساعدة الشعبية في النهاية حتمشي عبر بور السودان، يعني منظمات دي تتعامل مع ولكن السؤال هل تصل كل المساعدات؟ ما تصل، لا تصل، وحتى إذا وصلت بتصل لطرف الحرب الممسك بالحكومة في بور السودان. دي حاجة يعني معروفة حسا دي، وفيديوهات انتشرت وأوديوهات وشهداء وكله. يعني إذن دكتورة محاسن، ما هو المطلوب الآن من يعني القادة السياسيين في السودان؟ القادة السياسيين مطلوب منهم التوحد لمسار واضح لإنهاء عسكرة الدولة وعسكرة السلطة. ده المطلوب من القادة السياسيين الموجودين، ومطلوب منهم برضو الالتفاف نحو لجان المقاومة. يعني دلوقتي مراكز الإيواء في المدارس وفي الجوامع وفي كده ما لقت غير شباب المقاومة، هم اللي تحولوا إلى لجان طوارئ لمساعدة النازحين واللاجئين. فالأمم المتحدة عندها دور كبير، أول شيء دورها في إنها إيقاف جلب الأسلحة وجلب الرجال عبر الحدود، يعني حراسة الحدود ومنع عبور الطائرات ومنع عبور السلاح والرجال إلى السودان لإيقاف هذا الحرب. في نفس الوقت أنا أفتكر الدول الكبرى دي عندها المقدرة في إنها لو دارت توقف الحرب الليلة دي بتجبرهم يوقفوا الحرب الليلة دي، لو عايز تسوقوا للمحكمة الجنائية بيسوقوا. نعم. فالحل موجود، لكن إحنا محتاجين زي ما قلتي إنه الحرب الأوكرانية والحرب الفلسطينية قطت على المأساة الأكبر في السودان. نعم. والتي لم تتكرر من قبل، وبالتالي إحنا محتاجين لترويج المأساة بتاعتنا دي، ومحتاجين لتعاطف الشعوب المحبة للسلام. صح. ومحتاجين إنه العالم كله يقف معانا، يعني السودانيين ما قصروا، مشوا هناك قابلوا النواب وقابلوا غيره وغيره، وأنا أفتكر بعد كده يشتغلوا مع قواعد الجماهير. شكراً. نعم. شكراً دكتورة محاسن. أعود للأستاذة رانيا عمر. قبل أن ننهي أترك الكلمة لك، ولربما لديك رأي فيما ذكرته الأستاذة دكتورة محاسن حول الجيش السوداني اليوم، الحكومة السودانية. تفضلي. نعم. أولا يعني أنا ألخص كلام الدكتورة بأنه يعني هي بتدعي الأمم المتحدة لاستجلاب البند السابع للسودان. واحد. اثنين، بما أن السودان هو عضو في هذه المنظومة، فإن هذه المنظومة تعطي الصفة الشرعية بالنسبة للبرهان، خصوصا بعد دعوته لمنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية العام المنصرم. طيب، هذه من ناحية. من ناحية أخرى يعني فيما يخص المساعدات التي تحدثت عنها الدكتورة، يعني يمكن كان برنامج الغذاء العالمي أيضا في نهاية السنة الماضية قد أعلن سرقة أطنان كبيرة جدا من هذه الأغذية الموجودة داخل مستودعاتها التي كانت في مدينة ود مدني أو حاضرة ولاية السودان، حاضرة الجزيرة. هذه المنظومة وجهت أصابع الاتهام بصورة واضحة لميليشيات الدعم السريع. يبقى هنا سؤالين كبيرين. السؤال الأول، لماذا توجد كل هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية التي توضع في المستودعات ولم يتم توزيعها على مستحقيها ومحتاجيها من الشعب السوداني؟ النقطة الثانية، بعد توجيه أصابع هذا الاتهام لميليشيات الدعم السريع، لماذا لم يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية كما طلب عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة في منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وماذا تريد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أدلة أخرى إضافية حتى تتم إدانة هذه الميليشيا إدانة واضحة ووصفها بأنها هي منظمة إرهابية؟ نعم.
يعني أسئلة عديدة وتحتاج إلى حصص أو حلقات للإجابة عليها حقيقة. تحدثت عن سرقة المساعدات أستاذة رانيا، ومن الطبيعي في أثناء الحروب دائما نسمع عن تجار الحروب، وهناك من يلوم كل الأطراف المتنازعة في السودان وليس طرف على حساب طرف، والمحاسبة عندما تأتي كما ذكرنا وذكرت ضيفتنا أنه كل من ساهم بإذلال الشعب السوداني أو وصوله إلى هذه الدرجة من المهانة. نتحدث عن مأساة حقيقية. منظمة الصحة أيضا ذكرت حذرت من تمدد المشكلة إلى المنطقة برمتها إذا لم تتوقف هذه الحرب، وبالتالي دائما هناك الحلقة الأضعف وهم الناس مع الأسف الشديد. تعليقك أستاذة رانيا على ما يجب فعله الآن خاصة وأنتم في الخارج خارج السودان، هل تكفي المظاهرات؟ يعني قبل أيام في شوارع لندن خرجت مظاهرة منددة بما يجري ومظاهرة لإيقاف الحرب في السودان، هل هذا يكفي برأيك المظاهرات والاحتجاجات؟ هو أساسا لا تكفي هذه المظاهرات ولا تكفي هذه الاحتجاجات والتنديد بالأوضاع الراهنة، لأنه لو كانت هي يعني مدية يعني حدثت الكثير من الفعاليات داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان والتنديد بحجم الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع في الداخل السوداني. لكن يبقى الآن إذا كان لابد من عودة فيجب العودة إلى منبر جدة وتنفيذ البنود ومخرجات منبر جدة الذي أكدت فيها الحكومة السودانية بكل البنود أكيد التي حددتها لمصلحة الشعب السوداني. الحقوقية والناشطة الحقوقية والصحفية الأستاذة رانيا عمر من باريس، شكرا جزيلا لك، ومن الدوحة شكر موصول للناشطة الحقوقية المهتمة بالعدالة الاجتماعية الدكتورة محاسن زين العابدين. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.